تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الرئيسة والمستهل بالعناوين. البدو الرحل يواصلون عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لليوم الثاني، وانطلاق العملية بنعامة والشريط الحدودي لوادي سوف وسط التزام صارم بالبروتوكول الصحي. أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج يشرعون غدا في التصويت على مشروع تعديل الدستور، والتلفزيون الجزائري يرصد آخر الاستعدادات والتحضيرات بأوروبا. عشية الاحتفال بذكرى ثورة نوفمبر الخالدة، عمليات كبرى لتوزيع المساكن بالمدية وتيزي وزو وبجيج، شهادات حية لمجاهدين صنعوا الثورة ومهدوا لاستقلال الجزائر. منطقة مغرار وقلعة الشيخ بوعمامة جنوب ولاية عامة تدر أصنافا جمة من التمور، والفلاحون بتندوف يرفعون تحدي تطوير شعبة زراعة شجرة الأرغان النادرة.